تظهر الصور الملتقطة بواسطة مرصد الفضاء هابل المتوضع خارج الأرض لنجوم تموت حديثا حجمها بحجم الشمس. هذه النجوم لا تنفجر على نفسها ولا تشكل مثلا ثقوبا سوداء أو نجوم نيوترونية، بل تتكور ويخبو ضوءها، تتحول إلى ما يشبه العملاق الأحمر، ثم يخبو ضوءها تدريجيا. الله تبارك وتعالى أنبأ بنهاية الشمس، بل أنزل سورة كاملة اسمها سورة التكوير. قال الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. كورت أي التفت على بعضها وخبى ضوءها. ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله.